متتابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في اللقاء في هذا اللقاء الخاص. خلال الولاية البرلمانية السابقة كان العديد من المتتبعين الجهة السياسية ينتقدوا الخطاب السياسي داخل غرفة البرلمان، وكان المعول خلال التجربة الحالية أن الخطاب السياسي يترتفع شوية، ولكن الملاحظ هو أن هذا الشيء ما وقعش. من أجل مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى نستضيف السي رشيد حموني، رئيس حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. السي رشيد مرحبا بك. مرحبا، شكرا لقناة انفاس بريس على الاستضافة. سي رشيد، علاش ما قدرناش نرفعوا من النوع تاع الخطاب السياسي داخل غرفة البرلمان، علما ان المرحوم الحسن الثاني كان قال في شحال هذه بان ما خاصش يكون البرلمان يعني سيرك يتفرجوا فيه المغاربة، بل خاصو يكون واحد الفضاء اللي يكون الخطاب السياسي فيه مرتفع شوية. هو اولا بالنسبه للبرلمان في جميع الدول العالم هو الفضاء ديال النقاش وديال الجدل السياسي، وما يمكنناش نعمو نقولوا بان البرلمان يعني هو سيرك او لا في غير مسائل ديال البز. دابا الاشكال اللي كاين هو ان اغلب بعض المواقع اللي ولات كتقلب على البز راه ماشي النائب، لانك تلقى مثلا جلسه فيها 20 سؤال مثلا ديال الاسئله الشفويه، وكتلقى 19 ولا 14 ولا 10 الاسئله اللي كيكون عندها لا من ناحيه المضمون لا من ناحيه الشكل يعني واحد النقاش عالي في مستوى عالي. وكيجي مثلا شي مره نائب يعني كيكون اما ما عرفش يقرا، اما كيقول بعض الكلمات، اما من اجل البوز كتلقى المواقع التقطات غير هذاك المداخله هي اللي كتلخص في هذيك الجلسه كامله اللي كانت فيها مواضيع نقاش مهم. علاش؟ لان اليوم كتعرف دابا التطور ديال التكنولوجيا، كل شيء باغي يوتيوب، كل شيء باغي عدد المشاهدات، كل شيء باغي الفلوس وتا المتتبع. نعطيك مثال، دابا تمشي اليوتيوب غتلقى مداخله اللي فيها هادشي ديال البوز، ولا مداخله لا يعني ما فيها حتى شي حاجه لا مضمونا ولا شيء، ولكن كيكون فيها شي حاجه ديال الاثاره كتلقى واحد تقريبا واحد المليون مشاهده. يعني بالنسبه لك تمشي وكتلقى واحد المداخله اللي هي قيمه اللي هي كتلقى 300 مشاهد. شنو كيعني؟ ولكن المتتبع ولا كيبغي هاد المسائل ديال البوز المتتبع. اما البرلمان، حنا بطبيعه الحال البرلمان هو مراه المجتمع. واش البرلمان اننا راه كنديروا كونكور سيليكسيون كنجيبوا اجود سياسيين؟ بطبيعه الحال هذا اختيار ديال المواطنين، وهو مراه المجتمع. كتلقى الفلاح، كتلقى الاستاذ، كتلقى المهندس، كتلقى يعني جميع الشريحه المهندس كتلقى ممثلين في البرلمان. بطبيعه الحال مستويات مختلفه. اللي اساسي هو احنا باش نرفعوا النقاش داخل البرلمان وتولي هذيك الصوره، هذه مسؤوليه الجميع. اولا مسؤوليه الحكومه، ثانيا مسؤوليه البرلمان، لان ملي كيكون واحد النقاش عالي كيكون تجاوب ديال الحكومه والبرلمان واختيار الاسئله، كذلك الاسئله الشهريه من كيجي رئيس مجلس النواب، هنا كيتخلق يعني هذاك النقاش اللي بطبيعه الحال المواطن متعطش اليوم لهذا. ولكن انت تشوف ان كما قلت حقيقه ان ما يمكنش نديروا التعميم ولكن نديروا البعض، ولكن تادوك النواب اللي تيدخلوا تشوف ان كاين مسؤوليه على الاحزاب السياسيه والفروق داخل البرلمان، لان النائب خصو يدخل، خاص الفريق ديالو يعرف النوع تاع الخطاب اللي غيوجه هذا النائب ديالو. هو في البدايه السيده اللي غتقرا خاصها تكون ضابطه الامور ديالها. هو في البدايه، لان اي تجربه كما بغات تكون في البدايه ديالها بدا كيكون واحد كورتيبه كيقول، لان ما يمكنش برلماني اللي عنده 20 سنه بحال اللي برلمان اللي اول مره كيجي. بطبيعه الحال شيء بديهي، وما يمكنناش نائب او نائبه عندها 3 شهور دابا بطبيعه الحال عاد كتمرس على كيفاش تهضر، عاد كتمرس كيفاش تلقي الكلمه داخل 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 القاعه، كيكون داك لو تخاك في الاول. ما يمكنناش نديروا تقييم للبرلمان في 3 شهور. يعني انا زعما اتنبأ، لان اليوم هذه اللائحه الجهويه عطات يعني بعد التمثيليه الجهويه، وكاين يعني مناضلات ديال الاحزاب اللي في الحقيقه من بعد يعني واحد السنه انا متيقن اننا غادي زعما يكونوا قيمه مضافه لهذا المجلس. اما بالنسبه للدوائر المحليه طبعا هذا اختيار ديال المواطن، هذا مواطن اللي خدا بشكل ديمقراطي ما يمكن الا نحترموه. بطبيعة الحال خص هذا مجهود شخصي ديال النائب وديال الفريق باش يكون ايام تكوينيه، لان ما يمكنش واحد المجال اللي ما عمرو شافوه، يعني خص يكون تكوين، وتكوين مستمر للنواب
لا النائبات الجداد باش يمكن لهم يسيروا هذه المؤسسه. ثانيا هذه المؤسسه ديال البرلمان يعني هي المؤسسه مرآه ديال 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 المغرب كامل وديال المجتمع. يعني خصنا كامل نساهموا لا اعلاميين لا نواب نساهموا من اجل يرجع الهيبه لهذه المؤسسه والمكانه لهذه المؤسسه. هيبه مؤسسه البرلمان ومجلس النواب بصفه عامه هي المورين الاولى ديالو هي التشريع. الملاحظ ان هذه 3 شهور دابا التنص القانوني ما خرجش. علاش؟ لا ماشي التنص القانوني على المستوى مقترحات قوانين. مقترحات قوانين طبيعه الحال الحكومه يعني هذا خرق للدستور والنظام الداخلي لان الدستور كيعطي مره واحده في كل شهر يتبرمج مقترح قانون بما فيها ديال المعارضه. المعارضه اليوم تقدمت تقريبا ماشي المعارضه يعني البرلمان مجلس النواب في مبادره شعبيه اكثر من 22 مقترح قانون. اكثر من 22 مقترح ولا واحد تم البرمجه ديالو. بالنسبه للمشاريع قوانين هي حصيله بطبيعه الحال اللي هي جد ضعيفه لان لا حيدنا قانون الماليه وقانون التصفيه ديال 2019 اللي كان كعدته الحكومه السابقه. يمكن قانون واحد اللي مشروع قانون هو ديال التعيين في المناصب العليا اللي مشكل تقني فقط. من غير هذا مشروع قانون ما كان حتى شي مشروع قانون. بالعكس مضاعفه تزيد الحكومه ودير المبادره التشريعيه هي ولات كتسحب قوانين اللي كانت من الحكومه السابقه وقوانين اللي هي مهمه ومهمه جدا. مثلا بحال القانون بحال المقترح تاع القانون تاع تحرير الملك العمومي. 4 ديال كان في الاول ديال القانون الجنائي. تم السحب ديالو. طبيعة الحال وكتعرفوا النقاش اللي كان وكان بروكي من كاين قانون ديال الملك البحري اللي مؤخرا هذا الاسبوع كاين قانون ديال المناجم وفي المستشارين كاين قانون ديال التغطيه الصحيه للابوين. هذا السحب ما فهمناش رساله رئيس حكومه. واش كاين شي جهات اللي هي ماشي بصلاحها تدوز هاد القوانين ولا شنو الواقع؟ ثم داخل البرلمان في التقدير ديالنا بطبيعه الحال ما يمكنش نضرب على القانون كل حاجه وعندها يعني السبب. ولكن بعض القوانين بطبيعة الحال كاين ضغوطات لأن كنا في الولاية السابقة هذا قانون ديال الملك البحري هذوك اللي راهم مستافدين من الاستغلال المؤقت داروا اللوبينغ ديالهم من أجل الدفاع عن المصالح ديالهم باش يبقى لهم لأن هذه المادة 36 اللي في هذا القانون كتعطيهم أجل ديال 7 سنين باش يعني يتم الإخلاء ديال الآخر أو التجديد مرة واحدة ديال 7 سنوات. هما كانوا جاوا في الولاية السابقة وكيطلبوا 40 سنة يعني قابله للتجديد هي 80 سنه وكان خلاف حول هذه الماده تبلوكا. يعني اي قانون كيكون عنده مستفيد وكيكون عنده اللي غادي متضرر شي متضرر كيدافع على ولكن هذا الشيء تاع الملك العمومي اللي هو اخر قانون ربما غيتم السحب ديالو علاش واش برروا لكم الموقف ديالو؟ لا بدون مبرر هذا السحب ديال 4 القوانين كلهم عمر الحكومه قدمت شي مبرر اللي هو مقنع ما عدا القانون الجنائي كيقول لك اودي بغينا نعاودوه في شموليته مزيان حنا متفقين ولكن الى حدود اليوم هو مازال ما رجعوش. هاد القوانين الاخرى نجهل سبب السحب ديالهم. واش غادي يسحبوه في مره؟ واش غادي يعدلوه؟ وكان بالامكان يخليوه ويتقدموا بتعديلات كيعطيها لهم القانون يقدموا كحكومه كاغلبيه. ولكن السحب فقط بدون مبرر لان ملي كيجي مشروع قانون راه كتكون واحد الورقه يعني تقطيريه لذاك المشروع. كذلك حتى السحب خصو يكون مؤطر. يقول لك السحب نظرا لهذا الاعتبارات سحبنا هذا القانون تفهموا. لا كيسحبوا بدون مبرر مستغل هذاك الحق اللي كيعطي لاي حكومه جات يمكن لها تسحب. وقانون كتلقى مشتغلين فيه حكومه ديال تقريبا 10 سنين ومشتغل فيه واحد القطاع راه ماشي يعني التلون السياسي راه اطور ديال الوزاره كيشتغلوا ذاك القانون بالتشاور واشراك الجميع وتجيو تسحبوا في جره قلم. يعني كنعاودوا نبداو من الزيرو وكنضيعوا الهضر ديال الزمن التشريعي في بلادنا. مؤخرا قبل ايام خرج رئيس الحكومه السي عزيز اخنوش بواحد يعني حوار تلفازي البعض تفاعل معه ايجابا والبعض تفاعل معه سلبا. بالنسبه لكم انتم كالمعارضه داخل مجلس النواب كيفاش شفتوا الخرجه ديال السي اخنوش؟ وهو طبيعة الحال من ناحيه المنهجيه كان على رئيس الحكومه يجي البرلمان يقدم الحصيله المرحليه اللي كيعطيها له النظام الداخلي كيعطيه الاختيار او لا بثلث من المجلس لان هذاك الحصيله المرحليه هي جزء من البرنامج الحكومي. نعم. والبرنامج الحكومي تمت المصادقه عليه داخل البرلمان وحنا اللي نصبنا الحكومه وعطينا الثقه للحكومه والبرلمان. يعني ما داش ذاك البرنامج الحكومي القناة الاولى والقناة الدوزيام وعرضوا تما وصوتوا عليه. يعني كان حنا الاولى يجي
البرلمان كما كانوا كيديروا رؤساء الحكومات السابقين يقدم ويتكون نقاش، يكون نقاش بطبيعه الحال هو يقول الحصيله ديالو وحنا كمعارضه وكاغلبيه يعني كبرلمان يكون نتفاعلوا مع هذا مع هذه الحصيله اللي ايجابي ايجابي واللي سلبي سلبي. هذه الاولى. المساله الثانيه هو انه السيد رئيس الحكومه او الحكومه التقييم ديال المرحله ما يمكنناش حنا اليوم ندير واحد التقييم اللي هو موضوعي، لان لا يعقل في ظرف 3 شهور 4 شهور نجي نحاسب الحكومه على مستوى الانجازات الماديه. حنا نحاسب الحكومه على القرارات السياسيه سياسيه، لان بدايه ديال الحكومه كتاثر للمستقبل. يعني كيكون واحد مثلا واحد القرارات السياسيه اللي نقدروا نحاسبوها عليها، اما على مستوى الانجازات غتكون في اخر الولايه اللي كيحاسبها البرلمان كيحاسبها المواطن والمواطنه. منذ البدايه ديال الحكومه وهي في تراكم الاخطاء، ما كملش اسبوع تم الاقاله ديال وزير الصحه وزيره الصحه وبدون سبب اللي هو مقنع، لانه باش يقول بان هذيك السيده عندها عمده ديال الدار البيضاء كانت عمده كانت عارفه ما يمكنش تتم اقتراحها وانت عارفها. يعني ما كانش يعني هذاك المبرر زادوا يعني عماوها طينا بال. مسألة ثانية في الهندسة الحكومية، الهندسة الحكومية اليوم مازال الحكومة إلى حدود الساعة جابت واحد الهندسة بواحد الطريقة، يعني لأن الدول الأخرى كتستغرق سنوات من أجل تبدل الهندسة الحكومية. اليوم راه واحد غير في المراسيم وفي الاختصاصات، مازال غير لا الرياضة رضوا الشباب، تصور دابا للتيران الملاعب ولا نائب ولا مدير الإقليمي ديال التعليم ولا هو مسؤول على الملاعب وخصو عيط الفروق ويعطيهم التيران فين يلعبوا، واش غادي يتسافر مع التعليم ولا مع الرياض. مع الرياض. يعني هذه بالنسبه للهندسه كاين بعض يعني التسميه ديال بعض الوزاره، وزاره سميتها تقييم السياسات العموميه، تقييم السياسات العموميه اختصاص البرلمان ماشي الحكومه. يعني هذا من ناحيه الشكل. قلت من بعد جابت قرارات بدون استشاره اللي يعني كانت غير موفقه، فيها بدايه غير موفقه، إجبارية تجاوز التلقيح بغض النظر واش ما عاود، ولكن فرضته بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه فجائيه بلا ما تستشر مع الاخر وتقنع الناس باش يمكننا ننجحوا هذه المساله. المساله الثانيه ديال تسقيف السن، تسقيف السن اللي كيقول لك هذا قرار الحكومه، حنا كنقول لهم عطيونا غير التاريخ ديال مجلس الحكومه فوقاش ناقشتوا هذا القرار. تاع التعليم 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 عطيونا غير النهار فاش ناقشتوه في مجلس الحكومه، ما كاين عمري سمعت في شي بلاغ ديال اجتماع ديال مجلس حكومي يتناقش ديال 30 سنه. المبررات اللي قدموا ديال الجاذبيه وديال الاخر غير مقنعه، واش 30 سنه فيها الجاذبيه و 31 سنه فيها الجاذبيه؟ يعني مساله اللي جات ما قنعت حتى شي واحد. والغريب ان هاد القرارات تواجهها بالعنف في الشارع، ملي كيخرج مواطن يحتج ما كاينش واحد الحضور سياسي ديال هذه الحكومه ديال الحكومه باش يقنع الناس ويقنع هذه القرارات اللي خرجت بها، كتخلي المواطن يعني في مواجهه رجال الامن. هذا هو الخطير، لان اليوم كسياسي هو كيقول لك في البرنامج في التقديم انا اشتغل بزاف وما كنتكلمش بزاف، ما يمكنش انت راك رجل سياسي، انت راك كتمثل يعني واحد الحزب، انت كتمثل رئيس حكومه، راه انت اللي خصك تخرج وتخلق يعني الحادث، ماشي موظف داخل بيرو، تخلق النقاش. راه المسؤوليه ديالك سياسيه، اما اللي كيدبروا الاداره راه هو قال لك بان الناس عارفين اني بحال هكا صوتوا عليا بحال هكا وصوتوا على الحزب ديالي بحال هكا. لا صوتوا مزيان نحترم حنا بغض النظر باش ما نرجعوش للور كيفاش دازت الانتخابات وكلشي المغاربه كيعرفوها، ولكن اليوم رئيس حكومه خصك انت من المفروض والحكومه ديالك اللي تخلق النقاش السياسي وتخلق هذا الجدل السياسي وتواجه يعني جميع يعني التساؤلات ديال الناس وتقنع الناس وتجي البرلمان، لان اليوم هو كيخرق الدستور. تجي البرلمان مره كل شهر ويتختاروا مواضيع ديال الساعه من اجل خلق واحد النقاش واحد الديناميه اللي كنحسوا بواحد الجمود وواحد الركود سياسي. علاش؟ لان الفضاء اللي المفروض يكون فيه نقاش ما كيجي رئيس حكومه، وزراء ملي كيجيو غير مقنعين يعني الاغلبيه ديالهم هما تيقنقراط وكاين اللي مسبوق، بطبيعه الحال ما عندهمش التجربه ديال باش يجيو ويشاركوا. ما كنقولوش ماشي ما كنشكوش في الكفاءه، ولكن السياسه راها فن والسياسه يعني لا بد باش واحد على الاقل فاش كيجي للبرلمان يتفاعل مع الساده النواب.
وزير كيجي كيقرا الجواب مكتوب وفاش كيدير التعقيب النائب كما دار مع وزيره السياحه كتقول للرئيسه لا ما عندي باش نعقب. هذا كيعطي واحد الصوره اكثر واحد الانطباع على الحكومه اللي شويه خصها دير مجهود. واخا هذه الحكومه بالنسبه لكم انتم كمعارضه في مجلس النواب دابا من يمثل المعارضه؟ واش الاتحاد الشراكي؟ واش العداله والتنميه؟ واش تقدموا للشراكيه؟ واش الحركه الشعبيه؟ خاصه ان السي اخلوش قال ان ذكر ثلاثه الاسماء في البرنامج ديالو وما ذكرش الحزبين ديال تقدموا للشراكيه والعداله والتنميه. السي اخلوش ذكر ثلاثه الاحزاب، ذكر الاتحاد الشراكي وذكر الحركه الشعبيه والاتحاد الدستوري اللي هو كيدير المساعده النقديه ودارهم في المعارضه. هو جوج، اما السيد رئيس الحكومه يجهل عدد ديال الفرق المعارضه اللي علنات تبقى النظام الداخلي على الموقع ديالها في المعارضه، واما بغى يدوز واحد الميساج بانه هو يتواصل مع هاد ثلاثه ديال الفرق وجوج ديال الفرق يعني دير معاهم القطيعه. هادو جوج ديال التفسيرات. انا بالنسبه ليا مادام يذكر ثلاثه فيهم جوج اللي في المعارضه وواحد في المساعده النقديه ويتجاهل ديال العداله والتنميه وفريق التقدم الاشتراكيه، اما يعني يجهل شحال عدد ديال الفرق داخل البرلمان اللي اعلنت على المعارضه، واما يعني المعارضه الحقيقيه اللي عنده دير معها القاطعه وهو التقدم الاشتراكي والعداله والتنميه، وما يقولش باننا يعني نشتغل في اطار يعني التكامل ديال 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 السلطات اللي الدستور الفصل الاول في الدستور كيهضر على التكامل والتعاون ما بين السلطات، لا سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه بما فيهم المعارضه، المعارضه اللي عطاها المشرع والدستور عطى واحد مكانه خاصه خصوصا مورا 2011. يعني بطبيعه الحال اليوم الحكومه ما كتعامش في مقترحات قوانين في التجاوب مع طلبات ديال اللقاء ديال اللجان، في الاسئله الشهريه ديال السيد رئيس الحكومه ما كيجيش، وهذا كيعطي واحد المؤشر اللي غير يعني ايجابي بالنسبه للتعامل ما بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه. سي رشيد حمولي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا لكم متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في لقاء جديد ان شاء الله.